أعلنت السلطات الإيرانية انتخاب محمد علي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في البلاد. انتخب كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا لمدة عامين بحسب النظام الداخلي للمجلس. جرت انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا في بداية مارس الماضي، بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامية. وتعد مهمة مجلس خبراء القيادة الأساسية هو انتخاب المرشد الأعلى، وولايته تمتد لمدة 8 سنوات، ويتم انتخاب أعضائه وذلك من قبل الشعب.